ضم معنا الدكتور علي القحطاني نائب الرئيس التنفيذي والمتحدث الرسمي لشبكة قنوات المجد. دكتور علي سلام الله عليك، مساك الله بالخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعا أحبتي، والشكر موصول لكم ولهذا الإبداع المتألق. يا مرحبا يا مرحبا، نحن أول شيء نبارك لكم هذا التميز وهذا التألق وهذا الوقف الذي اكتمل بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذه الشراكة التي أقيمت بين شبكة قنوات المجد وبين مكتب الروضة. ما هي قراءاتكم وما هي تحليلاتكم وما هو انطباعكم بعد اكتمال هذا الوقف؟ بسم الله، أولا تحياتي لك وللزميلين ولفريق العمل في هذا البرنامج المتألق، وكذلك تحياتي لفريق العمل بالحملة الإعلامية لوقف النور. تحياتي أيضا لفرع جدة إداريا وفنيا وإعلاميا وبقية فروع شبكة المجد لهذه الجهود المتميزة ولهذه اللمسات الرائعة والتي لا تغيب شاشات المجد عن هذا التألق والتميز ولله الحمد. المجد أخي الكريم اتجهت لهذا الخيار كشراكة إعلامية لإبراز دور مؤسساتنا الرسمية في تقديم خدماتها المجتمعية المباركة. كل الشكر والامتنان بعد فضل الله عز وجل لهذه الأيادي البيضاء التي ما زالت تتفاعل مع كل داع لهذه الخيرية، وتلك الأيادي التي تسعى دائما للأعمق أثرا والأكثر أجرا. الشبكة تسعى من مسؤوليتها الاجتماعية للمساهمة في دعم هذه المؤسسات المباركة في شيء من تأمين الاستدامة المالية لها عبر إطلاق أوقاف معتمدة تستفيد منها الشرائح المستهدفة. وكما ذكر الدكتور سليمان قبل قليل هذا الحجم الكبير الذي يستفيد من هذه الأوقاف. المكتب التعاوني بالروضة حقيقة ومن خلال زيارة شخصية له يجد الإنسان نفسه عاجزا عن التعبير لهذه صحيح. الجهود الرائعة المميزة التي لهم حق علينا الوقوف، والتي دفعتنا أن نؤمن كثيرا بأهمية مد الجسور مع مثل هذه المكاتب المباركة بشراكة إعلامية تساهم بمزيد من نجاح لهذه المناشط وجمالا على جمال. وحينما كان مقدرا أن يكون لشبكة المجد مثل هذه المساهمات تم إطلاق هذه الشراكات الوقفية لدعم هذه الجهات والمساهمة. وفيما أعلم أن كان مكتب تعاوني يعني عازم على وقف النور في نهاية العام، وقف النور الثاني لنهاية العام، لكن استجابة حقيقة لهذه التفاعل الجماهيري واستثمارا لهذا الشهر المبارك رأى إخواننا في مكتب التعاوني أن يكون فيه الإطلاق المبكر للوقف الثاني. ونحن ما زلنا نؤمن أن هذه جزء يسير جدا، لن يتحقق النجاح ما لم نرى هذا التفاعل الكبير من الجمهور، ومن فضل الله ما تقدمنا خطوة إلا كان هذا الجمهور يتقدم معنا عشرات ومئات الخطوات. صحيح. فشكر الله لهم جميعا. آمين. دكتور علي الله يسعدك، يعني الشراكة الأولى كانت مع خيركم قرابة 20 مليون، ثم مكنون 27 مليون، ثم يعني قرابة 57 مليون قيمة ما قدمته شبكة المجد للأوقاف التي تستحق، وهو نور وخير وجهات رسمية ندعمها. الآن مع هذه البشرى نريد أن نستبشر كذلك بإطلاق الوقف الثاني لوقف النور حتى يبقى هذا النور في أمتنا. ماذا تريد أن تقول دكتور علي بهذا الخصوص؟ والله هذا القول ما يقوله حقيقة يعني جمهورنا المبارك في أن هذه الرغبة واضحة جدا، لا نكاد نطلق وقفا إلا نجد الجمهور يتفاعل تفاعلا حقيقة نعجز أن نقابلهم إلا بالدعاء. وهنيئا والله لمن ساهم، فقد يعني قدم لنفسه. نحن في وقف النور الثاني الذي سنطلقه بمبلغ يقدر ب 12 مليون نعتقد بإذن الله أن جمهورنا في هذه الأيام وفي هذا الشهر المبارك سيكون له البصمة الكبرى في دعم مثل هذا المكتب التعاوني، والذين يرحبون أشد الترحيب بالزيارات الميدانية للوقوف مباشرة على مناشط هذا المكتب وعلى ما يؤول إليه هذا الإنفاق المبارك. شكرا لك دكتور علي القحطاني نائب الرئيس التنفيذي وأنت المتحدث الرسمي في شبكة قنوات المجد.